السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. بسأل بس يا شيخ، أنا كنت عايز أشتري عربية، في العربية أجرة يعني، بس بالقسط من المعرض. المعرض عايز مثلا نص ثمن العربية أو كده يعني، والباقي كل سنة مش عارف أحط فايدة 30% على سنتين، يبقى الثمن القسط مثلا شهريا. ابتعد عن هذا إلى أن يوسع الله عليك. شكرا. سأقعد لك، حتى لو اشتغلت سائق بالأجرة أحسن لك ما تشتري عربية وتنام وأنت في رقبتك ديون وهموم، والسيارة عملت حادثة تدخل في مشاكل كثيرة. الله ينجينا وإياكم يا رب.